ولمزيد من النقاش والتحليل حول الانشقاقات المتوالية في صفوف ميليشيا الحشد وأسبابها ومآلاتها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيد حاتم، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بكم. انشقاقات تتوالى في صفوف ميليشيا الحشد، كيف تقرأ هذه الانشقاقات في هذا التوقيت بالذات؟ نعم، الانشقاقات التي تجري الآن في ميليشيات الحشد الشعبي هو جزء من صراع الولاءات ما بين الحشد الشعبي الولائي الذي يتبع لإيران وما بين حشد المرجعية، ويبدو بأن تداعيات مقتل سليماني لا زالت مستمرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة في الملف الأمني والملف السياسي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الهجمات المتبادلة ما بين الطرفين، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وميليشيات الحشد الشعبي، ساهمت بشكل كبير في خلق هذه الفوضى، وساهمت بشكل كبير أيضا في دفع هذه الخلافات إلى الظهور إلى العلن بهذا الأسلوب. أنا أعتقد بأن هذه الخلافات هي ليست وليدة ساعة، وإنما هي متجذرة في بنية الحشد الشعبي منذ عام 2014، ولكنها تراكمت وتفاقمت حتى وصلنا إلى مقتل أبو مهدي المهندس الذي يعتبر الزعيم الفعلي لميليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي ظهرت إلى العلن. فهناك خلافات في التفرد بالقرار، هناك خلافات في مسائل مالية، وهناك خلافات سياسية في كيفية إدارة الملف السياسي. ولعل مما برز للعلن أيضا أنه في أول اختبار له يفشل هادي العامري بعد طبعا مقتل المهندس، يفشل في إقناع ميليشيا الحشد بالعودة للمرجعية. هل نحن بصدد انفراط عقد الحشد بسبب ضعف العامري والاختيارات غير الموفقة له؟ نعم، الأمر هو الآن ليس بيد العامري. يعني العامري يعتبر شخصية، يعني نستطيع أن نقول بأنه جدلية في بالنسبة للحشد الشعبي، ولذلك لم يتم ترشيحه لهذا المنصب. تم ترشيحه من قبل الحكومة العراقية، ولكن الميليشيات الولائية رفضت ترشيح هادي العامري لهذا المنصب، وبالتالي حتى الوساطة التي قام بها فشلت فشلا ذريعا في أن تتوصل إلى حلول حقيقية، كون بأنه الحشد الشعبي الآن يواجه حقيقة تحديات خطيرة في هذه المرحلة بسبب غياب الزعامة القادرة على إيجاد نوع من التوازن المقبول ما بين ميليشيات الحشد الشعبي بما فيها تقاسم النفوذ والسطوة. هناك إشكالات حقيقية بهذا التشكيل الغير متجانس الذي يتبع لمرجعيات مختلفة في الرؤى وفي التوجه وفي نظرتها إلى الواقع. لذلك فالصراع في حقيقته هو صراع على النفوذ وعلى المصالح، ولكن هو أيضا صراع ما بين هذه المرجعيات في مسألة إدارة الدولة وفي كيفية إدارة الصراع في العراق. لذلك نرى بأن هذه الانشقاقات ستستمر. الآن هناك 10 فصائل أخرى تهدد بالالتحاق بفصائل المرجعية إذا لم يتم حسم الأمور باتجاه صحيح، لأن هناك إشكالات كبيرة جدا بأنه سيرفع الغطاء عن الميليشيات الولائية في العراق، وبالتالي ستكون الحكومة العراقية مجبرة على إعادة النظر في هذا التشكيل، كون هذا التشكيل سوف ينظر إلى أنه تشكيل إرهابي وسيدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية، وبذلك يصبح هذا التنظيم غير مقبول على مستوى الحكومة، وتنتهي شرعيته القانونية والشرعية التي كان يكتسبها في الفترة السابقة. نعم، إلى أي مدى يمكن أن اعتبار ذلك مؤشر على ضعف قبضة إيران على هذه الميليشيات؟ نعم، لا شك الآن هناك تراجع كبير جدا في النفوذ الإيراني. الآن هذه الخطوة حقيقة هي ردة فعل ضد الهيمنة الإيرانية على هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي هناك تراجع للنفوذ الإيراني في المنطقة، خصوصا وأن هناك التضييق في سوريا أيضا على هذه الميليشيات، هناك تضييق في العراق الآن، وهناك تداعيات سياسية وأمنية كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي تنذر بتراجع النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. لذلك هذه الخطوة أنا أعتقد بأنها ستقوض الكثير من المشروع الإيراني في العراق، لأنه في الفترة السابقة كان أبو مهدي المهندس هو صاحب الدور الكبير في وصول النفوذ الإيراني في العراق إلى ما وصل إليه الآن. نعم، هذا الانفلات الذي أصبح سمة من سمات هذه الميليشيات، كيف يمكن أن يؤثر على أداء الدولة، وخاصة أن هذه الميليشيات لا تستجيب للدولة وتعليماتها؟ نعم، لا شك أن يعني حقيقة أن العراق أصبح بيئة أمنية معقدة جدا بسبب التدخلات الخارجية وتعدد مصادر العنف وانتشار السلاح خارج إطار الدولة
ووجود ميليشيات مسلحة لها ارتباطات خارجية وتمتلك مقومات القوة والبشرية، مقومات العسكرية والبشرية، ولها القدرة على فرض الأمر الواقع والتأثير على القرار السيادي الحكومي. لذلك كل هذا يجري بسبب الضعف الحكومي وضعف الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على حسم الأمور الخلافية. والدليل على هذا بأن هناك لو راجعنا مسيرة الحشد الشعبي سنجد الكثير من الإشكالات، مثلا عندما رفض الحشد الشبكي تنفيذ أمر رئيس الوزراء في الفترة السابقة، أو عندما تم تنصيب اللواء الركن محسن الكعبي نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي، أيضا رفض الحشد تنفيذ هذا الأمر. إذن هم يرون بأن الحكومة ضعيفة وهم من يسيطرون على مقدرات الأمور، وبالتالي نجد بأن مثل هذه الخلاف يتطور ويصل إلى ما وصل إليه. وإلا هذه الأمور يجب أن تحسمها القوانين التي شرعت للحشد الشعبي والأوامر الديوانية، ولكن لأنه الحكومة ضعيفة وليس بقدرتها ليس باستطاعتها القدرة على حسم هذه الأمور، نجد بأن هذه الخلافات تظهر إلى العلن بهذا الأسلوب. شكرا جزيلا لك العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.